ولدت الأديبة اللبنانية أميلي نصر الله في 6 يوليو حزيران عام 1931 في قرية الكفير بجنوب لبنان. تلقت تعليمها في بيروت وعملت كصحفية ومحاضرة وروائية، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان. ترجمت رواياتها إلى الإنجليزية والفرنسية. نشرت روايتها الأولى طيور أيلول عام 62. عرفت بنشرها روايات ومجموعات قصصية للأطفال وحصلت على جوائز عديدة، ومنها جائزة مؤسسة IBBY العالمية لأدب الأطفال عن روايتها يوميات هر. في طفولتي كان في مدرسة للبنات الابتدائي، وكان صف ثالث ابتدائي هو الصف النهائي، وكانت مقابل بيتنا، نحن جيران المدرسة. فاتفرج على هالولاد عم بيلعبوا واشتهي، كنت اتسلل اول شيء روح اتنصت تحت الشباك صيفا شتاء، وارجع على البيت احفظ شو استزهار كانوا يسموا الشعر البسيط. وهيدا ابي يجهل القراءه والكتابه، بس اعجب كثير فيي، يوقفني على الطاوله لعيد شو سمعت. ففي نهار الوالدة شفقت علي، أمسكت بيدي وقادتني إلى المدرسة. قالت لها المعلمة تقبليها زرابي لهالبنت. زرابي معناها لا أنتمي ولا يسجل اسمي في السجل المدرسي، لأنه في كان تأكيد من قبل 6 سنين ممنوع دخول التلاميذ للمدرسة. كان عندي في البيت ايضا خالي ايوب ابو نصر، كان هو متعلم. هذا الخال اصيب بداء باركنسون، اللي هو داء عصبي لم يعد قادرا على خدمه نفسه، فعاد الى الكفير وعاش معنا لحتى نخدمه نحن. كانت كل العائله تقوم بخدمته، لكن عقله ظل عقل منور، وكان عنده رغبة هو دائما في التعليم، فصب كل موهبته فيه إنه يطلب مني تطلعي على جبل الشيخ وصفي لي، أو شوفي هالكرم، أو شوفي اسمعي زقزقة العصافير وكتبي عنها. كان يشجعني كتير على الكتابة، وهكذا بدأت، هذه كانت بداياتي. كانت مدرستي الأولى والتمارين الأولى على الكتابة. وفي معهد الشويفات هني كان عندي الأستاذ نسيم نصر، هو أستاذ اللغة العربية اللي ضل 4 سنين يرعى قلمي. كان يختارني للإلقاء إما شعر بالمسابقات أو للمسابقات الإنشائية. فهون تدربت أنا وبدأت يعني اتلقى ملاحظات إيجابية على ما أكتبه. اتصلت برئيس مدرستي الأستاذ شارل سعد وطلبت أني أرجع على المدرسة أشتغل، وفعلا رجعت درست لمدة 2 سنين بشويفات. بعدين شعرت أنه أنا بدي كفي بالجامعة. من هناك انتقلت إلى بيروت، كلية بيروت للبنات كان اسمها، اللي هي حالياً الجامعة اللبنانية الأمريكية. وكنت أدرس أدب، وعفوني كتير من يعني من الفريشمان والسوفومور 2 سنين، لأن وجدوا أنه عندي لغة بهالمستوى. يعني انتقلت من هناك للجامعة الأمريكية، حيث هناك الشباب والطلاب والمنافسة أقوى. وعملت 2 سنين، درست 2 سنين. كنت في هذه الفترة بدأت أكتب اللي مجلة صوت المرأة، اللي هي كانت رئيسة تحريرها إدفيك جريريني شيبوب. أنا كنت أعلم أولادها بشويفات سرمد وسناء، وهيك تعرفت عليها، وهي كانت المشجع الأول لقلمي.
كتبت صوت المرأة، كانت المجلة النسائية المعروفة منيح يعني بوقتها. هاجروا إخوتي، كتبت هالكتاب طيور أيلول لعبر أنا عن الحرقة اللي عشتها من ورا فريقهم. أحيانا كثيرة كنت طبعا أنا بكتب لحد هلا بخط إيدي، ما بعرف استعمل الآلة ولا الكمبيوتر ولا شيء. أحيانا كثير كنت خلص الفصل طلع لاقي دموعي محي الكلمات اللي كتبتهم، يعني كتبته بالعاطفة، وكتبت في الوقت نفسه بوعيي لهجرة مجتمع بكامله. فمنشان هيك هذا الكتاب يمكن لاقى أصداء عند الآخرين عند القراء، وأنا لا أدعي إنه يعني عندي لغة متفوقة، أنا بحب أكتب ببساطة، لغة بسيطة ولكن لغة صحيحة ومتينة وفيها كل عناصر الرواية. أكثر كتاب كتبته من وحي الحرب هو الإقلاع عكس الزمن، اللي هو أيضاً في الهجرة للكبار للمسنين، لما شفت إنه البي والأم ناطرين أولادهم ليرجعوا، ما عادوا قدروا صفوا هن بدهم يروحوا لعندهم. عبرت في هذا الكتاب عن هجرة أنا عشتها مع أهلي لما راحوا يزوروا أولادهم، وفي كتير رموز بهالكتاب. مثلا المجنونة الضايعة لما بتجي بتقول له يا أبو نبيل للرجال المسافر خذ هالحفنة التراب، أنا بقول إنه الشباب بيكونوا اشتاقوا لتراب الضايعة. حطيت رموز أنا اللي أنا بحسها وبآمن فيها، كل الناس بفكروها مجنونة، إنه هي صحيح مجنونة إنه عم تبعت تراب، نحن هن عم يبعتوا صنوبر، عم يبعتوا كشك، وعم يبعتوا كل المأكولات اللي بيشتهوها بالمهجر. بعدين بينتبه إنه هيدي أهم هدية بياخد لهم إياها. تميزها الأدبي على مدى عقود مضت دفع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى تقليدها وساماً جمهورياً من رتبة كوموندور، تقديراً لعطائها وإبداعها الإنسانيين ولما خطه قلمها من كتب وروايات شكلت هداية وثقافة لأبناء الوطن وللعالم. كان من المقرر أن تتوجه نصر الله إلى القصر الجمهوري في بعبدة مع عدد من أفراد عائلتها الذين حضروا من بلاد الاغتراب، إلا أن وضعها الصحي حال دون ذلك، إذ إنها تقاوم مرض السرطان منذ عامين وتخضع لعلاج مستمر. وقد كلف رئيس الجمهورية وزير العدل سليم جريصاتي تقليدها الوسام في منزلها في بيروت. فخامة الرئيس، أنا هلأ موجود عند الأديبة إيميلي نصر الله، قلدتها وسام بوجود العائلة والإعلان، وحابة تشكرك بالمباشر فخامتك. فخامة الرئيس صباح الخير. وأنا بنت البلد، والحمد لله أني أكرم عن يدك في وطني، وهذا أكبر تقدير نشكر الله. فخامة الرئيس، أنا فخورة ببلدي، ولهذا لم أحاول تركه حتى في أصعب الأوقات، وبشكركم على تقديركم. أبرز كتابات إيميلي نصر الله طيور أيلول الذي كان باكورة أعمالها الأدبية، تلتها شجرة الدفلة والجمر الغافي وغيرها. كذلك ناضلت إيميلي نصر الله في كتاباتها من أجل المرأة، فجاء قسم كبير من أعمالها بمثابة دفاع عن المرأة وحقوقها. عندما أجلس أمام مكتبي يطل علي مشهد البحر، يحاورني، يدعوني كي أمسك بالقلم وأسجل حكاياته. هذا بحر بيروت، البحر الأبيض المتوسط،
البحر الذي حملهم فوق أمواجه إلى المقلب الآخر من الكرة الأرضية، بحر الهجرة والغياب. وتعود إلى سمع الترانيم الحزينة تتردد فوق شفاه الأمهات والأباء في جورة السنديان، ويا بحر هدي الموج فيك إحبابنا. في لبنان قامت نهضة قوية بالنسبة للمجتمع النسائي، لأن المرأة لم تكن تأخذ حقوقها إن كان في السياسي وإن كان في المجتمع، فكان عليها أن تناضل وتجاهد في أكثر من مجال حتى تتقدم، وتقدمت. ثم بدأت تخرج المرأة وتؤلف جمعيات. هذه الجمعيات انضم إليها رعيل كبير من رائدات، هن اللواتي بدأنا حملنا المشعال وبدأنا النهضة النسائية التي هي مستمرة حتى الآن في كل العالم العربي. والحمد لله أني وصلت إلى هنا، إلى لغات أخرى وإلى حضارات. جوتي أتعلم منها أكثر مما أقدم لها. أنا هنا أحب أن أشكرهم وأقدر هذا التقدير لفلاحة جاءت من قرية في جنوب لبنان، هي اليوم على منبر معهد جوتي، المعهد الراقي جداً والعالمي.